العرب في السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنبدأ بتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، حيث تكون الأجواء مغبرة نوعا ما، 28 درجة مئوية، الملموسة 26 والرطوبة 26%، أما الرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل. أنتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية في باقي مناطق المملكة ليوم غد. نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا طقس حار 40 إلى 25، عرعر 39 إلى 24، وتبوك 39 إلى 24. المنطقة الغربية، نبدأ بمدينة جدة طقس صافي 38 إلى 29، المدينة المنورة فرصة لزخات رعدية من الأمطار 40 إلى 27، مكة المكرمة 40 إلى 29، والطائف 28 إلى 19. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 24 إلى 20، أبها 27 إلى 17، وجازان فرصة لأمطار خفيفة 35 إلى 32 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام طقس مغبر 43 إلى 26، نفس الشيء في حفر الباطن 40 إلى 27، أما الإحساء تفرق لبعض الغيوم العالية 42 إلى 27 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض فرصة لزخات رعدية، زخات متفرقة عفوا من الأمطار 40 إلى 26، بريدة 38 إلى 22، وحائل طقس صافي 36 إلى 22. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.